يا رب اجبرنا يا رب، واجعلنا دايما في رضاك، واجعلنا دايما في حماك يا رب العالمين. يا رب هذه الأيام العشر نحن مساكين فقراء نحتاج إلى رضاك، ما ليس منا أحد إلا ويحتاج إلى عطاك. هذه الأيام مواسم بركة ونور وفتح وخزائن تفتح من عندك يا مولانا. لا تجعل واحد منا إلا وقد وسعت له رزقه، لا تجعل واحد منا إلا وقد أعطيته عطاء يطيب خاطره، لا تجعل واحدا منا إلا وقد جبرت خاطره. اللهم أن أناسا كانوا يحبون أن يحجوا في هذا العام فلم يوفقوا، فاجعلهم يا ربنا في رضاك، واجعلهم في حماك، واجبر خاطرهم يا ربنا بأن تقبلنا جميعا في من قبلتهم ورفعت درجاتهم يا رب العالمين. يا رب لا تجعل واحدا منا يخرج من هذه العشر إلا وقد جبرت خاطره بأن كتبته في دواوين الأبرار ودواوين من ملأت قلوبهم من المحبة بالأنوار. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، أكرمنا في هذه العشر بالرضا وبالبشر، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين.